السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه آه في الحقيقة انتهت مباراة كرواتيا والمغرب بحصول المغرب على المركز الرابع الف مليون مبروك آه حصولكم على المركز الرابع عمره ما يقلل من مستواكم ومن أدائكم المشرف اللي أبهر العالم كله مش أبهر بس العرب وقارة أفريقيا بل أبهر كل العالم كنتوا رجالة ولعبتوا لآخر لحظة وكنتوا متميزين وأداءكم مشرف الفرقة قوية جدا ما شاء الله والمدرب قوي جدا وجماهير وفية جدا 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 أسعدتونا طوال مونديال قطر 22 كنتوا أحلى فرقة عربية وإفريقيا وعالميا كمان مش معنى ان انتوا حصلتوا على المركز الرابع ده يقلل من مستواكم ولا من ادائكم ولا من مقياس لعبكم أبدا إطلاقا أنتوا كنتوا فرقة قوية وفرقة جميلة وأسعدتونا طوال المونديال وفرحتونا وشرفتونا ورفعتوا راسنا أمام العالم كله مش بس أمام العرب ولا أمام قارة أفريقيا طبعا هي الكرة كده كرة القدم كده كلنا عارفين واللي بيشجع كرة أكيد عارف الكلام ده ألف مليون مبروك حصولكم على المركز الرابع عالميا في كاس العالم أه، انتوا اسعدتونا وفرحنا بيكم قوي 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 وكنا متشرفين بيكم وبأداءكم المتميز وبلعبكم وبنتائجكم وبجوالكم أه، كنتوا فعلا ما شاء الله عليكم ابهرتوا العالم كله الف مليون مبروك المركز الرابع عالميا في مونديال قطر 22 وان شاء الله حظ اوفر وباذن الله يعني ليكم مستقبل كبير قوي باذن الله في الجاي ان شاء الله لانكم فاجئتونا وابهرتونا وشرفتونا وفرحتونا واسعدتونا وان شاء الله الحظ الاوفر في اللي جاي باذن الله تصبحوا على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته